صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم وين ما كنتوا عم تابعونا بلبنان بالعالم العربي والعالم. حلقه جديده من برنامج الحدث، اليوم الاربعاء 13 كانون الاول 2023. بيسرني اني ارحب بضيفي باستوديو رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق ويام وهاب. صباح الخير معك، اهلا وسهلا فيك. من وين بدنا نبلش؟ ولا مش معروف من وين بدنا نبلش، علما انه دائما الانظار والقلب والعين على فلسطين والعقل مع أهلنا في فلسطين الصامدين بوجه آلة القتل، لكن عنا مشاكل بالداخل طبعا سيكون لنا محور مع فلسطين بآخر الحلقة. بس خليني بلش من مواضيعنا الأمنية، وعلى رأسهم هلأ حاليا موضوع جلسة مجلس النواب وجلسة الحكومة، موضوع التمديد لقائد الجيش أو تأجيل التسريح. أكيد تابعت بهاليومين، تابعت كيف رجعنا عملنا هذا الانقسام الأفقي والعمودي بهالموضوع، وكيف طافت على سطح المي نوايا، خلينا نسميها هلأ من أيمها هذه النوايا كيف ممكن تكون. فيك توصف لي هالمشهدية اللي عم تصير باليومين؟ مشهدية تافهة أول شيء، ما بدي أقعد أحكي بهالتفاصيل التافهة والسخيفة اللي ما بتوصل لمحل، يعني لأنه اللعبة أكبر من الكل، العالم اللعبة بالمنطقة أكبر وما حدا قاعد عم بيفكر أنه يا أخي خلينا نشوف هالبلد شو محله، إذا في تسوية ما أو إذا في حرب أو في تسوية البلد شو، يعني إلا إذا كله ناطرين أنه الأمريكي والإيراني شو بيعملوا. ليش يعني مين ناطرين؟ يعني أوكي، بس أنه البلد يعني على الأقل، يعني هذا خذي المثل الأردني، الأردني بدائرة الخطر أكثر منا أنا أعتقد يعني، ولكن بتشوفي في حراك أردني، يعني في حراك أردني لتلافي الخطر، يعني في حراك بالدولة الأردنية بتحسي لتلافي الخطر، إن كان من الملك أو من الحكومة أو من الناس أو الناس حتى. طيب انت اليوم جاي عم تلتهي بهيك قصه، اول شيء انا ضد كل اداره الملف بصراحه، بقول لك يعني اليوم نحن اذا بدي احكي كفريق، انا نحن بين مطرقه الرئيس بري وسندان جبران بيصير على القنين، يعني يعني حلو هالتوصيف. يعني صرنا من وقت قانون الانتخاب هيك بين المطرقه وبين السندان بما فيهم حزب الله. مين ضربته اوجع بتوجع أكثر؟ نحن اللي عم ننوجع، اثنين هيئتهم مش عم ينوجعوا تعاملين فينا هيك، يعني نحن اللي عم ننوجع فعليا، في فريق عم يدفع ثمن بالأخير، وهيك ما بتمشي الحال، ما بيمشي الحال. يعني أنا لا عندي كتلة ولاني شريك بالحكومة، ولكن أنا برأيي الصغير المتواضع أنا ما بيمشي الحال معي على الأقل، يعني أنا بما أمثل حتى شو ما كان أنا ما بيمشي الحال معي هيك. طيب ما في يكون أسير هاللعبة، إذا بدك تكون خلاص نعمل هيدي النقد الذاتي إذا بدك، لأنه أنت بالنهاية من أهل هذا البيت، لا بيمشي ولا ما بيمشي البيت عم بيخربوه، أنت من أهل هذا البيت. طيب إذا من أهل هذا البيت والإداء غلط، كله الإداء غلط، يعني اليوم بموضوع رئاسة الجمهورية، طب أنا بدي أسألك سؤال بموضوع رئاسة الجمهورية، طب هل هو إداء مقبول؟ هل هو إداء اليوم هلق إذا تمدد عن فريقك السياسي؟ بدي أخبرك شغلي، أنا فتحت خط بين العماد، كان مفتوح الخط ولكن حاولت أعزز الخط بين قائد الجيش وفريقنا من سنة ونص، وإنه تعو تنحكي، يعني تعو تنعمل شيء تفاهم. اليوم التمديد لقائد الجيش هو غصب عن فريقنا رح يتم إذا تم، لأنه تصور هيك، مع أنه هو مش هيك، الزلمي ما غلط، يعني الزلمي لا غلط مع المقاومة لا غلط بإدائه الأمني، لا 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 لا، ولكن صار هلق عم يتصور ما حدا يقلدني جميلي ويقول لي هو يمدد، كله إجا عداينته على التمديد إذا صار التمديد، كله إجا عداينته. قلت ثلاث نقاط بدون شرح، موضوع رئاسة الجمهورية تكفي فيه قبل رئاسة الجمهورية. خليني ما دامك فتحت موضوع قائد الجيش، خلينا نبلش بموضوع قائد الجيش. كيف يعني إذا صار التمديد؟ أول شيء قلت إذا صار، يعني كأنه منه محسوم موضوع، بعده مش محسوم، منه محسوم، بعده عم ينلعب فيه. إيه طبعا مش محسوم،
يعني هل عملية نقله من مجلس النواب إلى هلا إجا الرئيس ميقاتي أول شيء؟ جاي تيجي الرئيس ميقاتي. أنا رأيي اليوم الأربعاء قبل بكرة ما رح يتحدد إذا في جلسة حكومية أو لا. ما بالأول بدهم يجيبوا لسمير جعفر أول شيء، مثل ما السفرات مسكتهم عدينتهم للشباب وجبتهم على جلسة التشريع لما يسمى 14 أذار وما يسمى نواب التغيير التعتير ما بعرف شو هو، مثل ما السفارات مسكتهم عدينتهم وجبتهم، هلق الثنائي الشيعي له مصلحة يمسك سمير جعجع عدينته ويجيبه على الجلسة. هلأ الثنائي الشيعي جايب سمير جعجع على الجلسة؟ شو مين جايبه على الجلسة؟ السفارات والثنائي الشيعي هن له مصلحة. يعني صار في تحالف سفارات وثنائي الشيعي؟ لا لا، بس هن كيف ما برميت ما بيخسروا هاو الفريقين، عرفت يعني الامريكي شو فرقين مع شو بيخسر شو بيخوض حرب بيخسرها بيربح بالسياسي، يعني ما بتفرق معه. والثنائي الشيعي بهاي اللعبه جايب سمير جعجع على التشريع، كسر كل هذا الكلام اللي كان ينحكى والطفشيت اللي كان ينحكى عن انه ما في تشريع انه غير دستوريه هذا كله راح. اوكي، بيجيبوه على التشريع بيخلعوا 30 40 بند بالتشريع، وبعدين ممكن تمرق هيديك تبعها هلق، بس كمان بعدش رح تمرق، صارت مجلس وزراء كأنه. يعني معناتها بيقدر بكل بساطة بكرة نهار الخميس سمير جعجع بما يمثل يعني طبعا تكتل الجمهورية القوية هذا ما ينزل على الجلسة، ما ينزل على الجلسة شيء تاني إذا ما نزل على الجلسة. لا يعني هي خبرية إنه لما بده يصير إذا جايين القوات اللبنانية مثل ما هن قالوا نازلين بظرف، يعني كسروا انقلبوا على شعاراتهم وانقلبوا على مبادئهم وانقلبوا على موضوع، لا هي الفكرة إنه إذا نازلين بس كرمال هذا الاقتراح القانوني اللي هن قدموا وطار إلى جلسة مجلس الوزراء ما في شيء بيجبرهم ينزلوا. بس بدي أقول لك شغلة، أنا ابن المهنة. أوكي. بدي أنصحك بشغلة. تفضل. ما تستهولي كتير، إن مستهولتيها يلا الطيف أسقط الشعر. موظف بأقل سفارة إلنا وإلن بيجيبوا مثل لبسين على أي جلسة. طيب هلا ما يعني اختلفنا نحن عم نحكي، هاي كمان خبرية. أوكي. بشرفك بقش تعطوا حجم لقوة بالونية، كلنا بولين، كل واحد بحجم، بس كلنا بولين، بس بدهم ببجوا للبالون بيخلص. يعني كمان حلو هالاعتراف، هالنظرة يا لطيف انه هودي اللبنانيين الافرقاء السياسيين هودي، يعني يا لطيف انصاف آلية. احنا ما عم نقول هيك، بس انت فهمتي غلط على ما يبدو، بالعكس يعني انا ما عم بنفخ بالون، عم اقول هني قالوا طلع قرار من اللجنة الخماسية، خلص طلع قرار من اللجنة الخماسية، مثل بسينات كله بيجي على المحل اللي بدهم اياه. ايه بس ما جاوبتني على سؤالي بعد. شو هو؟ سؤالي اذا هن نازلين كرمال هذا البند يلي هو الاقتراح القانوني اللي هن قدموا 30 واحد قبله. ايه بس اذا رايح هذا البند الى جلسه حكوميه بيقدروا ما ينزلوا. إيه اذا رايح انت برايك مشان هيك ما راح يقولوا انه في جلسه قبل الخميس عشيه؟ هيك برايك؟ هيك رايي. هو مسافر مش هيك الرئيس؟ بجنيف. ايه تيجي بكره. بيكون منسقها والرئيس بري، ما تخاف اكيد منسقين، اكيد منسقين، ما شافوا الرئيس بري قبل بتسلى فيهم. لا هلا ليش بدنا نقول بيتسلى؟ طب هلا خلينا نرجع الى الاساس، بيتسلى فيهم لكن الى الاساس. نحن بحاجه اليوم، انت بتشوف اليوم نحن بحاجه الى خوض غمار التمديد او تاجيل التسريح لقائد الجيش لعدم الفراغ، ايه ولا لا؟ لا يعنيني الموضوع. انا كيف يعني؟ انا حكيت رايي من سنه ونص مع حلفائي، ولا ما راح احكي. شو رايك؟ لا بدك تقوله. كيف يعني؟ ليش من انت ومهاب ما بيقول رايه؟ ما بدي، لانه شوي الحزب الله بيتحسس من الحديث على التلفزيون، بحب النقاش المباشر. ما بدي، خلص اللي بدي قوله بقوله. انا إيه بس بقوله. انا كيف نعرف انت شو رايك؟ قوله انا وياه هون. انا كل رايي كل ادائنا غلط، كل ادائنا غلط، واذا تمدد للعماد جوزيف عون هو راح يكون غصب عن كل الناس، تمدد كل الناس اجت غصب عنا على التمديد. يعني انت مع ان لا يمدد للعماد عون؟ انا مش هي رايي، ما قلت لك هيك، انا عندي رايي انه يجي رئيس جمهورية كان. بكل صراحه بقول لك، انا كنت عم بشتغل على خطين، خط جبران سليمان حزب الله
تنحاول نعمل شيء بين جبران وسليمان. ما مشي الحال، ورغم رأيي أنه بيمشي الحال إذا حطينا شوية جهد، يعني إذا حلفائنا حطوا جهد جدي بيمشي الحال نعمل تسوية بين جبران وسليمان، وإذا لا أنه فيها الخط اللي هو مع قائد الجيش، ووقتها كان السير رأيه أنه خلي الباب مفتوح معه. رجعت اتطورت الأمور، لا فيش تمديد، رجع صار في تب وحيدك بديش فوت فيها، يعني إداء خنفشاري كله. طيب بس بدي أطلع بنتيجة أنا وياك بموضوع قيادة الجيش. هلأ إذا ما صار التمديد معناتها نحن رايحين على شو؟ على فراغ؟ ماشي، لا ما فيش فراغ. شو لك فراغ؟ حكي التهويل، ما في فراغ. بده يجتمع مجلس وزراء بيعين قائد جيش. ما رح ما حتروح الحكومة هيدا إلى تعيين، لأنه بتكون عم تكسر محرمات. يعني اليوم أنا بقول لك يعني اليوم الرئيس ميقاتي عنده استعداد يفتح معركة، يفتح جبهة مع كركي يعني مثلا، ولا مع طائفة طويلة عريضة، طائفة يعني اللي بده يجي يعمل مشكل مع الموارنه يعني. لشو اللي بده يجي؟ مش ماروني يعني بده يجي، ما في علاقة. لا بس في اليوم ما بيتعين قائد جيش بلا ما يكون في رئيس جمهورية، وبغض النظر عن رأي رئيس جمهورية فيه، شو هذا تخطي لكل المعايير يعني. إنه كل المؤسسات بتكمل مثل ما هي مكملة هلق، مثل ما صار بالبنك المركزي، مثل ما صار بالأمن العام. فهلق تحدي لطائفي أنا ما بعتبره تحدي لطائفي. بقيادة الجيش عندنا مشكلة اللي بينوب محل قائد جيش هو رئيس الأركان، رئيس الأركان ما في عندنا رئيس أركان. بتعين قائد جيش ما فيها مشكلة إذا قرروا سمر، ما فيها مشكلة إذا قرروا، بس ما حدا عارف شو بده يعمل. طيب أنت وين بتلاقي الحل الأمثل؟ التمديد قائد لحظة جيش. تعيين ما في إمكانية للتعيين هلا. مش أكيد. بيكون في حل مش أكيد. مش أكيد، ليش ما في إمكانية للتعيين؟ تجتمع الحكومة بتعين قائد حتى جيش. حتى الرئيس ميقاتي ما بده يروح يغرق بوحول التعيين. ما بديش وحول شو؟ بصير في توافق عليه مع الكل، وفي شخصيات بالجيش بصير في توافق عليها مع الكل. طيب مع أن يستلم الضابط الأعلى رتبة العميد طوني قهوجي شو بيشكي؟ صحبي مع الأمريكان، صحبي مع السعوديين، صحبي مع الخليجيين، صحبي مع الحزب، صحبي مع الكل ومع كل الأطراف. ما هو عامل العلاقات السياسية للجيش. وين المشكلة يعني؟ لشو مقيمين الدنيا ومقعدين على القصة كلياتها؟ نحن كمان ما هني مثل ما نحن بين هاي السندان وهاي المطرقة، ما كمان المسيحيين بين سندان جبران باسيل ومطرقة سمير جعجع رح يضيعوا. عرفتي كيف؟ اثنينهم كل واحد بده خوزق بالتاني، كل همهم هيك شو فرقاني معهم الموارنة او فرقاني معهم هلقيه الجيش او فرقاني. هيدا اللي عم بيصير يعني رأيك. سمير جعجع همه يركب خازوق لجبران باسيل عبر التمديد لجوزيف عون. عبر التمديد لجوزيف عون. هيدي الكل. وجبران باسيل، جبران باسيل من سجن محاله من الاول قال لا للتمديد، وهيك لا طلب فيه وقت رئاسه الجمهوريه وقت عون، وبقي من سجن محاله. أنا بحترمه اللي من سجن محاله، لا ليش بدكش تعترفي له للزلم؟ طيب سمعت كلامه امبارح بحق قائد الجيش؟ ما ماني معني فيه، هو حر يعني، هو كيف بقيم موضوع يعني ما كانش وافي لإلون، ما لي عليه. ما منه كلام عالي يعني بالنهاية، هيدا قائد الجيش. منه معنيين اللبنانيين يعني اللبناني منه قاعد ناطر هالأمور هلق، في عنده شيء أهم منهم، في أبواب حرب، في ناس يا أختي حاسين أنتوا، في ناس يعني عشرات الناس ما عم نقدر نفوتها على المستشفيات، يعني ما حدا حاسس، حدا ما حدا حاسس شو في، ما في فرانك بالبلد. لا الناس هني الوحيدين اللي حاسين المسؤولين، يعني ما في. امبارح مرق لعندي صاحب اوتيل، مرق لعندي صاحب اوتيل مرق لعندي صاحب اوتيل عنده اوتيلين ثلاثه ببيروت فيهم 450 غرفه، عنده خمس غرف عم يبكي عم يفلل للناس، عنده خمس غرف عراقيين بال 450 غرفة، خمس غرف بجبلوش أجار الماي السخنة. طيب كيف بكفي هيك الناس يعني؟ ومش فرقاني معهم، وما حدا فرقاني معه. ايه وبطول أشهر، شو هالشغلة السهلة؟ بطول أشهر، خي كيف بقعد معك أشهر أنا؟ كيف في أصبر معك أشهر؟ طب الحل تقعدني انتخاب رئيس جمهورية؟ كيف بدهم ينتخبوا رئيس جمهورية؟ ما في شو، كيف بينتخبوا؟ بينزلوا على المجلس بينتخبوا رئيس جمهورية؟ شو بينتخبوا رئيس جمهورية بهالبساطة؟ مش شوي عم بتبسطها يعني؟ بشو عم بسطها؟ بشو عم بسطها؟ هذا موضوع دستوري لازم يتم، وأصلا في مخالفة للدستور بعدم إتمامه،
وفي مخالفة لكل شيء ولك الدستور، الأخلاق، المصلحة، كل شيء. مين اللي ما عم ينتخب رئيس جمهورية هلأ؟ ما فريقين عم يتهموا بعضهم، وبعدين مين رئيس الجمهورية اللي بده ينتخب هلأ؟ لا اثنين بدن مش عم ينتخبوا رئيس، ولكن في فريق قادر ينتخب رئيس. مين هو الفريق؟ فريقنا. كيف قادر ينتخب رئيس؟ قادر ينتخب رئيس. من وين؟ بتعملي تفاهم. طيب ليكي صرنا سنة. طيب روح اقنع جبران باسيل ينزل ينتخب رئيس. صرنا سنة ونص لم نقدر نقنع جبران باسيل ينتخب سليمان فرنجية، ولم نقدر نقنع سليمان فرنجية ما له حظ. طيب كيف شو بنعمل؟ يعني هالمعادلة الراكبي كيف بنحلها؟ أو بدنا نقنع سليمان يا خي ما إلك حظ ونحط له المعطيات قدامه، ورغم أن رأيي إنه له حظ، عرفتي كيف؟ أو بدنا نقنع جبران باسيل شرف تعمل التفاهم مع سليمان فرنجي، بس هيك نحن إنه قاعدين على الحياد وناطرين إنه أو جبران يمشي الحال أو الرئيس بري يقنع سليمان، أنا ضد هالموضوع، ما بيمشي الحال هيك. طيب وين حزب الله؟ ما بيمشي، الناس ما قررة تمشي معنا هيك. وين حزب الله؟ كمان حزب الله بين مطرقة الرئيس بري مش الكلمة مش الك... حلقة مش الكلمة الفصل له؟ عنده يعني حزب الله هلا اليوم اهتمامات في مكان آخر، وقاعد السيد عم يشتغل القذيفة على المتر وعلى المترين وعلى القد، ويعني بدك تحملي ميزان الذهب وتخوضي المعركة، ما بعتقد رح يفضل هيك شيء تاني. تفاصيل ما إلاش طعمة لبنانية يعني، كمان ما 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 فيك تجي تلوميه هو بحالة حرب، كمان يجي يتفرغ لك لتفاصيل، هذا زعلان وهذا مكشر. طيب وليش عم تطلب انه هو بحالة حرب اليوم ينزل ينتخب رئيس جمهورية؟ كيف بده ينزل ينتخب رئيس جمهورية اذا بالسلم ما نزلت انتخبته رئيس؟ بالعكس هذه الحالة تستدعي انتخاب رئيس. مين هو الرئيس اللي بده ينزل وينتخبه؟ اعطيني اعطيني اسم. ما انت عم تلون تعوا انزلوا على اي قاعده؟ مين حصام؟ عاد في شيء مخبى. القطري عم يقنع، جاي عمالي عاطي فرصه لموضوع اللواء الياس البيسري، صارت واضحه. اوكي، والقطري اجى حكي مع الاولاقه انه في اكثر شيء ممكن يجيب اجماع هو اللواء الياس البيسري، عرفتي كيف؟ طب انت هون او بنجيب جبران، تعي يا خيي تنتخب سليمان فرنجي ونخلص، عرفتي كيف؟ وهيدي مش مستحيلة. مش مستحيلة، صعبة بس مش مستحيلة. جد؟ بده يجي ينحكى جديا بالملف. شو اللي بيجعلها مش مستحيلة؟ باكي في فرق. وفي شروط عالية. في فرق، ما روح أنا لعند جبران باسيل، قل له شو رأيك بموضوع سليمان نرجع نحكي فيه. ايه؟ وفي فرق، ما أنا يكون عندي قوة دفع وروح لعند جبران قل له طع جبران في قرار بسليمان. طع خلينا نبحث كيف إمكانية تفاهم مع سليمان. إيه؟ في فرق. مش هيك حكي الحزب مع جبران؟ ما بعرف شو حكوا، ما بعرف، أنا بعرف شو. أنت بك تعرف يعني شو بعرف. أنت بتعرف جبران باسيل كتير منيح، هل هو من هيدا النوع السهل اللي بينمشى فيه، اللي بيمشي بهالطريقة؟ منه هيك يعني بيشوف الخيارات قدامه، خاصة هلق بعد هذا الضغط باتجاه جوزيف عون. لازم هو يكون شايف الخيارات. شو بدون يخيروه يعني مثلا بين سليمان فرنجي وجوزيف عون؟ هي طبعا لما جوزيف عون يتمدد له اليوم، معناته صار جوزيف عون رقم صعب بالرئاسة، أول لرئاسة الجمهورية بكل صراحة. بقول لك يعني لا، ما عاد متساوي هو سليمان، صارون كان فترة متساوين، الآن إذا تمدد له بطل متساوي. اليوم اللي بيجيب الناس غصبا عنا على جلسة التمديد بيجيبها غصبا عنا على جلسة انتخاب الرئيس. اللي بيقدر يعمل هاي بيقدر يعمل هاي، طيب واضحين، حاجة نفرمس على بعضنا يعني. طيب فيك تقلي مين بدي أرجع أسأله سؤال سألتك إياه ورح وما عطيتني جواب، رح أرجع أسأل مين جاب الناس غصبا عنا، وأي ناس إجت؟ مين جاب مثلا كتلة التنمية والتحرير؟ الرئيس بري جابه غصبا عنه تيمدد جلسة الخماسية جابته على الجلسة. آه. شو صراحة شو لك يعني شو أنا جبته؟ لجنة الخماسية طبعا طبعا، اللجنة الخماسية جابته على الجلسة للدعوة للجلسة. ايه بس أنا بحكي عن تمديد. ايه هون مفتاح. اوكي طيب دعينا للجلسة. ايه بس شو بده يصير بعد الدعوة للجلسة؟ طيب جابته الدعوة للجلسة. خلص بس وين التمديد بالموضوع؟ إذا عم يرجعوا يبعثوه على بده 36 نايب بالجلسة تيتبدل له، شو بده؟ طيب بس إذا رحلوه على مجلس الوزراء. إذا حرمش الوزراء شيء ثاني هي صارت. شو بيكون صار ساعتها؟
شو بيكون صار؟ شو اللعبة اللي بتكون بيكون غشم عنه بطريقة ما؟ غشب عنهم بس ما مبينين مشموطين عدنايهم. مجلس وزراء، لأن مجلس وزراء حكما بدون موافقة الثنائي الشيعي ما بيتمدد له. صحيح. بمجلس النواب يمد بينعمل القانون بدون موافقة الثنائي الشيعي، ما بده الثنائي الشيعي. بس الثنائي الشيعي على الأقل حركة أمل قالت إنه هي ستمدد. حزب الله قال يمكن ما يصوت. الكنسية ضمنت إن أقعد الجلسة. شو بدك كشالي تفصيل تاني؟ طيب. ده إيش في التفصيل؟ طيب إذا راحت على مجلس الوزراء وأقر التسريح تأجيل التسريح بمجلس الوزراء، وعمليا هذا شيء غير قانوني أصلا وحكما مطعون فيه، ورح يطعن فيه جبران باسيل إن كان بمجلس الوزراء أمام مجلس شورى الدولة، وإن كان بمجلس نواب أمام المجلس. بيروح ست أشهر طعن. بيكون خلص وقت التمديد يعني. بس بهالست أشهر شو بيكون صار؟ ينتخب جوزيف عون رئيس؟ ليش لا؟ ليش إيه؟ ها؟ ليش إيه؟ شو المعوق يعني اللي بيكون نتغير؟ شو المعطى اللي بيكون تغير؟ قلت لك لأنه كل المنطقة فيها واقع جديد. كل المنطقة فيها واقع جديد. إيه بس شو هو أنا الواقع؟ ما بعرف شو هو الواقع الجديد. قائم على أي معيار ربح وخسارة؟ ما أنا عم بسمع. أوكي. أنا عم بسمع، يعني سمعت من واحد بوثق بحكيه عادة قريب من الفرنسيين أو هو فرنسي مثلا. سمعت منه إنه في 5 سنين هدني دايم هدمي طويلة بالمنطقة، عم ينشغل على هدنة 5 سنين. هدنة بتشمل فلسطين، لبنان، سوريا، بتشمل عملية استثمار طويلة، ببلش الاستثمار طبعا بإسرائيل لأرضائها بعشرات المليارات العربية وبينتقل لمحلات تانية. هذا المطروح وسلطة بغزة ترضى بها حماس وليست حماس. هيك عم بيقولوا، أنا ما بعرف يعني. أوكي. أنا ما هيدا اللي سمعته من هذا الصديق الفرنسي، هيك يعني صديق من قريب لمراكز القرار، منه غبي يعني. طيب طيب هيك هذا اللي سمعته من صديقك، بس قراءتك ومعلوماتك واتصالاتك ماذا تقول؟ انت بلشت الحلقه عم تقول شو انه شو ناطرين الايراني والامريكاني. مين ناطرين لك؟ مش الايراني والامريكاني هن اللي راح يحطوا شو عم يتفاهموا؟ ما عرفنا يعني. قاعدين بعمان صاروا من وقت اللي بلشت حرب غزه وهن عم يشوفوا بعضهم بعمان وقبلك. صحيح صحيح. شو عم يعملوا؟ مين عم بيعرف؟ من مين فيك تعرفي؟ الإيراني ما بيحكي عادة، بيخبي، والأمريكي كذاب. وخدي كبك جيبي خبر. بك جيبي خبر. الإيراني الأمريكي كذاب. الأمريكي بيعمل معك مثل ما عمل مع الرئيس الجميل بالزمان. تعرف ياش خبريته بأمريكا؟ الرئيس الجميل بأمريكا شيف بيجن بعتقد، وعفوا ريجن، ريغان، الرئيس ريغان، وطلع قال انه هذه القذائف التي تسقط على بيروت سترتد قريبا على دمشق. فبتعرف الناس كلها يعني بما وقتها يعني على ابواب الصحافه مش صحفي، فانه خير شو جايب من بيج من ريغان، عرفتي كيف؟ وقصه كبيره يعني، شو واحد عم يظهر يصرح بامريكا. بعد جمعه جورج شولز كان بالشام العمى جنة، لبلك خيش ليش عملتوا فيها هيك للزلمة؟ طب بدكم تجوا على الشام، طب ليش تخلوه يحكي هيك؟ خلوا لهم طب لو خبرناه انه راي جورج شولز على الشام كان سبقه. فاضطروا يكذبوا عليه يعني. فهلأ هيك المشهدية يعني. لك ايه شو زيته شو؟ بدنا ننطر شو عم يعمل الامريكي والايراني. ايه شو لكان؟ شو عم يعمل لكان؟ سمير جعجع وما بعرف مين واي تكتل، انتم ضايت وقت، ما حدا منهم عنده شيء. ما حدا عنده شيء، ما حدا بهالبلد عنده شيء. تأكدي ما حدا عنده شيء. طيب فإذا يعني نحن كمان بدنا ننطر تنشوف تنقدر نعمل رئيس جمهورية، يعني مش بالسهل. بدي ارجع ردك على النقطة الأساسية اللي هي مش بالسهل انه نحكي ونقول تفضل ابدا. لا ابدا جمهوري. ابدا بدكش تنطري. ليش بدك تنطري؟ ليش فيك تعمل رئيس جمهورية؟ ما الحل؟ ما منه يعني منه من ضمن الباكيج الكبرى انه انتخاب رئيس جمهورية بلبنان. اذا ما في رئيس جمهورية بلبنان، ايه اذا ركبت
بينتخب رئيس جمهورية، بس انتخبت رئيس مين بده يمنعك؟ ما حدا. حملت المسؤولية لفريقك السياسي، فريق 8 أدار وحدة، فريقي حملته بالإدارة. لا ايه، ما عم بحكي بالإدارة الخاطئة. الملف ما خليتني كفي، حملته المسؤولية بالإدارة الخاطئة لهذا الملف، وقلت لهم إنه أخطأوا، ضروري تفضلوا شوف كيف بدكم تعملوا لننتخب رئيس جمهورية، لأنه في بساط عم ينسحب عمليا من تحت رجلينا. بلقاءاتك وعملت وساطات، وأنا بعرف وبعرف كيف انشغلت هذه الوساطة، شو بده جبران باسيل تا يمشي؟ بده خيار ثالث غير جوزيف عون وسليمان فرنجية، مشي الثاني. ومطالب شيء حقيقة، بكل صراحة بقول لك مطالب شيء أبدا. يعني ولا مطلب عنده مطلب شخصي، إلا أنه هاتنين ما يوصلوا، أنه هاتنين ما يوصلوا. بيمشي بالبيسري جبران باسيل، باللواء البيسري؟ بعتقد إيه، بلغ القطريين هالحكي، بلغ القطريين انه بيقبل باللواء البيسري. مش هو بس، مين لك القطرية كان؟ حصلوا على اكثريه للواء البيسري هيئتهم. من مين الاكثريه؟ الكل ماشيين، بعتقد في القوات عندهم تحفظ، ما بس منه تحفظ كبير. حزب الله والرئيس فري ماشيين باللواء البيسري هيئتهم، يعني تخلوا عن سليمان فرنجي؟ لا، هني خيار أول سليمان فرنجية. عم نقول نحن إذا انتقلنا للمرحلة الثانية ما تخلوا أبدا. أنت بحين وقت الانتقال للمرحلة الثانية، بس يحس الوزير فرنجية أنه ما بقى له حظ، ننتقل للمرحلة الثانية، أو بيمشي جبران باسيل بسليمان، منكون خلص بقينا بالمرحلة الأولى. أي أهون بالنسبة لك؟ يمشي جبران أهون من أنه يتخلى سليمان؟ ما بحس بلشت هيك دبدبات إيجابية عن جبران، مش إشارات، زبزبات مبنية عشو؟ ما بتجمعي أخبار وبتسمعي مبنية عشو؟ ما أنت لقاءاتك دايمة أنت وياه، بتسمعي أخبار مثل شو؟ شو بعرفني، وغيت بسمع غسان سعود مثلا. غسان ملعوم ما تستهيني فيه. لا أكيد ما بستهيني، ما تستهيني فيه أبدا. تحية لغسان سعود، بس قلي قلي ايه، اعطيني هيدي الزبزبات، هيدي الدبدبات حتى، مش زبزبات. ايه اعطيني شيء منها. لا ما في، يعني ما في اجماع بعد. لا بس بدك تقلي عشو بنيت فكرة انه في بدايات، يعني جبران في بدايات، لانه لازم يعرف جبران اللي بيجيب الناس غصب عنا على التمديد لجوزيف عون، بيجيبها غصب عنا لانتخاب رئيس جمهورية اسمه جوزيف عون. يعني انت متكل على بالنسبه لجبران، إيه مع احترامي للكل، اهون اهون سليمان علي. إيه طبعا اهون سليمان علي، اهون سليمان علي، واهون يتفاهم مع سليمان، لانه انتبهي، انا كنت لو سالني بنصحه يحاول يتفاهم مع جوزيف عون. هلق بقاش في يتفاهم مع جوزيف عون، لان جوزيف عون جاي غصب عنه. لا بس بعدين كسرت على الاخر، يعني اذا خونوا وعم يتهموا بيقول لك الوفا بعدين اصلا جوزيف عون بقى شي حاوره، ما خلص جاي غصب عنه، ليش بده يحاوره؟ اف هالقد صارت القصه، انا هيك شايفها. يعني اذا بنصارح الناس هلا بدنا نقعد نتسلى ونحط كفوف انا وياك، بنحكي غير هيك. انا بحياتي ما بحط كفوف، بس انا لانه انت معك بضلك تلبس كفوف. لا لا معك، من قال لك اعطينا شيء بتقلي لا اكثر من اللي حكيته بعد بدك شو بك؟ اكثر من اللي حكيته والله بتكون برا يا لطيف اي من الدنيا وقاعده. بدي الدبدبات هاي شو هي؟ اعطيني شيء وطلعنا بنتيجة بوني سعيد. لا قلت لك أنا أي حدا محل جبران إذا أنا محله وصار معي هيك بموضوع جوزيف عون بختار الأسهل ساعتها، لأن لازم أنا أفكر تلقائيا اللي جاب الناس على التمديد بيجيبهم على الانتخاب. الفيزا، ما تنسي الفيزا. شو يعني؟ الفيزا كارد والفيزا اللي بتنعطى على دخول الدول، ما تنسيهم. الفيزا بوجهينا، يعني ما تنسي الفيزا بوجهينا قد يفعلي. شو بكي انت؟ في فيزا؟ لا ما هي او بجمدوا له حساباته للي معه مصاري، او بيعودوش يعطوه فيزا على اوروبا وكيرسي، عرفت كيف؟ او بيسيله، يعني بيمشي الحال. ما هو على ما يبدو انه بالمرحله الاخيره كان في حركه شنط منيحه ولا لا؟
لا إذا بتعني القطريين أكيد معرض واحد مصاري، كذب الحكي. أنا ما عنيت في ناس قالوا إنه القطريين عرضوا هذا قال مليار دولار، شو هالكلام؟ مليار دولار؟ شو مليار دولار؟ ما حدا بيعطيهم للبنان كله هالحكي، حكي ما لوش طعمي. أنا رأيي صف حكي هذا، لا مش مزبوط هالحكي. رغم إنه القطريين انتبهي قالوا بلغوا للكل مستعدين يستثمروا بشكل كبير بلبنان، وهذا موضوع ممتاز، وانا عن جد يعني انا بقدر لهم اياه، لانه ما حدا عم يزت علينا نقطه ماء. يعني اليوم انت شليلي الصندوق الكويتي للتنميه والصندوق العربي عم يعملوا شويه مشاريع، والاسلامي يمكن، وقطر شوي بتساعد الجيش وعم تعرض تشتري، الباقي ما حدا عم يزت علينا نقطه ماء، ما حدا عم يزت علينا نقطه ماء. حرام وعيب، معيب يعني هذا الحكي، معيب بحقنا أكثر قبل ما يكون معيب بحق الدول يعني طبعاً. كمان. طيب كمان أكيد. يعني إنه في شيء لقاءات قريبة بدها تنعقد بمرحلة الأعياد؟ إيه ممكن يصير فيه. هو ممكن يصير فيه، بس أنت عندك علم بلقاء معين سيعقد؟ منو ما بعرف، قد يكون ثلاثي مباشر يعني. إنه رح يجتمع السيد مع جبران باسيل وسليمان فرنجية، في كلام عن لقاء. هذا موضوع صاروا يعني فترة مطروح طويلة، هلق بيجتمع بدون ما يوصلوا لمحلة، بدون يكونوا واصلين قبل. الاجتماع اللي صار جمعة الماضي ما وصل لمحل. بين مين ومين؟ صار بين الحزب وبين جبران بعتقد. ما وصل لمحل، رغم انه اعتقد بانه الجو طري اكتر. كيف؟ هلق إذا صار في إمكانية تفاهم مهما كان ثمن هذا التفاهم، بعتقد الحزب مستعد يعني يحط من رصيده ويشتغله. شو يعني مهما كان ثمن هذا التفاهم؟ يعني مثل ما بيقولوا السيد مثل ما بيقولوا الضامن دفيع، مثل ما بيحكوا يعني السيد عنده إمكانية يضمن مع اثنين. إذا اثنين يعني إذا حطوا عقلهم براسهم بيعرفوا إنه السيد يشكل ضمانة. عرفتي كيف؟ يعني شو بدك تجيب يعني السيد بيقدر يشكل ضمانة التقديمات التي رح يحصل، أو المكاسب أو الحصص يلي بده يحصل عليها جبران باسيل لحتى اللي يمشي بهيدا الديل. أنت بتعرفي السيد بفتش بموضوع الحصص يعني. مش هو شخصيا بس لا. الطعن يعني يضمن عدم حصول الغدر السياسي بيناتهم او تفاهم على خطوط معينه. مش مسألة انه مش هيك بيمشي الموضوع يعني بلد. بالزمانات اول ما انطرحت عمليه التقارب وانت فت فيها وانت بتعرف كتير منيح وموضوع تقريب وجهات النظر بيناتهم، طيب ما بدنا حاكميه مصرف لبنان واياده الجيش والتعيينات ووظائف الفئه الاولى يعني لا. مقابل كل هذه المكاسب ممكن يعمل تنازلات، لانه هو اغلى بخطاب له قال اذا يعني كل شيء له ثمن، انه انا في اعطيكم الرئيس اللي بدكم اياه بس كل شيء له ثمن. شو ما حكى ثمن طلب شو ثمن هودي الشغلتين طلبهم المركزيه الاداريه والصندوق الائتماني منه يعني خلينا نطلع منه النقاش عن جد لما نضلنا فيه، لانه انا معي ما طلب شيء وفعلا انه لا بدي خيلا قياده الجيش في عينه انا، ولا حاكم البنك المركزي انا في عينه، وتعلمنا من التعيينات اللي صارت بعهد الرئيس عون، ما في حدا منقلب عليهم. ما في حدا منقلب عليهم؟ ما حدا. مين قلب عليهم؟ كل اللي عينوه. ما هو حكاية. شو مين قلب؟ هو أعلنهم يعني. شو أنا بدي أعلنه؟ بس انه واحد ما بيفهم الواحد يعني موضوع انه لما انت بتعين موظف رايحين لما انت بتعين موظف يصبح ملكك او عبد لك او بفصل عقياسك، واذا ما فصل عقياسك بيصير خائن. لا شو لك بس ما لازم يروح هو يوقف على البواب قبل ما يتعين. هيدي دولتك هيك. هاي دولتك هيك. مين عوده انه يوقف على البواب تيتعين بده يضل يخدم على البواب؟ طب مين عودهم يقفوا على البواب؟ هاي الدولة السيستيما هيك. بده يوقف على البواب بده يضل يخدم البواب. لا خلي بيوقفش على البواب حر.
بس اللي بده يوقف على البواب بده يخدم البواب. طيب تعال ننقل انا وياك هلا طيب. نرجع شوي. الناس اللي يبعثوا وراهم نهار سبت واحد يقعدوا عندهم للي بعينوهم وممنوع يفلوا من الصالون. إيه شو يعني هالقد؟ إيه طبعا شو هالقد ما بتعرفيها يعني انه هالقد. طيب جبران ما عم بيعملها للأمانة يعني. منيح. خليني ارجع معك قبل ما فوت على بريك لنقطة أساسية يلي هي موضوع رئاسة الأركان. بأنه نحن بمعمعة قيادة الجيش هلا كان ما مشي انتخاب الرئيس بيتعين رئيس أركان في ضابط أعلى رتبة بيتعين لأعلى رتبة وخلصت يعني ما فيها مشكلة. كيف يعني كيف يعني؟ لا اشرح لي إذا ما مشي تعيين قائد جيش أوكي عرفتي كيف؟ بيجي بيتعين في شاب من بيت عودي هو الأعلى صحيح ربي. بيتعين رئيس أركان بدون خلاف بتفتحي لأن في 10-12 بحق لهم عرفتي كيف؟ لا ما قال أسهل شيء الوزير جملاط اليوم بحديث للنهار قال إنه ما عنده مشكلة كان قبل متردد ومنه حابب يروح على موضوع تعليم بدوش يختلف مع الموارنة على الموضوع يعني صحيح وما بده كمان يتحمل بالنهاية مسؤولية جيش بهيك ظرف. الحكومة بدها تعينه بالأخير في 2 دروز بالحكومة يمثلون الفريقين مش هيك 2 متفاهمين على الموضوع. أيها بتشوفها أقرب تعيين رئاسة أركان ومجلس عسكري ولا هيدا إذا ما صار تأجيل تسريح ولا عملية اقتراح وزير الدفاع بأن يستلم الضابط الأعلى منصبا يلي هو لا رئيس صعب الأركان رئيس الأركان رئيس الأركان مراكبي ما بعرف شو سببها قصة بير صعب ما بعرف شو سببها ناس بيقولوا الأمريكان معترضين عليه ناس شو بيقول إنه في كمان انقسام بوجهة نظر حول قانونية الموضوع إذا إيه ولا لا ولا هيك يعني اجتهاد منه مارق قبل أوكي منه مارق قبل بيمشي جبران برئاسة الأركان بآخر لحظة إيه كيف يعني بآخر لحظة بيمشي إذا ما عاد في خيارات بيمشي بيقبل بيتنازل عن فكرة أنه وزير الدفاع يعين أو بيطلب من الضابط الأعلى رتبة تانية اللي هو بيير صعب أنه بيتنازل هذا مطلبه الأساسي يا سمر الله العظيم ما بعرف يعني مني قاعد عبصر أنا ولا بدي بقى أحكي فيه الموضوع شوف هالحكومة شو المصلحة تتكمل مؤسسة الجيش وما نهز المؤسسة في مصلحة بالتمديد للعماد جوزيف عام فليمدد للعماد جوزيف عام فيش مصلحة ينبحث عن خيارتين شو بدنا بتبصير أنا وياكي بعد يومين منعرف أو لك بلوش طعمي مش قاعدين الناس ناطرين هالقصة عندهم هموم تاني والله عندهم هموم تاني والله عندهم هموم تاني نيال. طيب خلينا نفوت على بريك ونعود بعده ونتابع. برحب فيكم من جديد مشاهدينا ورحب مجددا وأتابع الحوار مع ضيفي رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب أهلا وسهلا فيك من جديد. طيب بقاش رح نحكي بالأمور الثانية خلينا نروح إلى الفضاء الأوسع يلي هو فلسطين يلي هو ما يجري في غزة يلي هو التسويات يلي عم تنطبخ على نيران أمريكية إيرانية ما بعرف قديش عربية يعني إذا قلنا دور بالمعادلة كلها على بعضها. تحدثت عن معلومات أنه قد يتم الذهاب إلى ترسيم شرق أوسط ما بهدنة 5 سنين وهيدا الجو خلينا نعمر على هالنقطة ونبني على كلام بايدن ونبني على موضوع حل الدولتين ونعمل ترسيمة لهالمنطقة كيف بدها تروح. بلش في مؤتمر صحافي لرئيس حزب الكتائب سامي جميل رح ناخد منه مقتطف قبل ما نكفي حلقتنا. شو الحال؟ يعطيكم العافية جميعا. بهمنا على مقربة من هال
الجلسة بكرة وبعد بكرة والاستحاء يلي المهم جدا يلي له علاقة بقيادة الجيش وبهالمؤسسة يلي منعتبرها هي الحامية وهي الأساس بالدفاع عن لبنان وهي الأساس بالحفاظ على وحدة هذا البلد واستقراره واستمراره. نحن منعتبر أنه بهذه الظروف وهذا موقف كررناه عدة مرات ورح نكرره اليوم، بالظروف اللي عم نقطع فيها ما في مجال لتعيين قائد جيش جديد، لأنه هيدا من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية ومن ضمن العرف يلي بيخلي أنه تسمية قائد الجيش دايما هي بإيد رئيس الجمهورية، ولا يجوز أنه بغياب الرئيس يتم اختيار قائد جيش جديد. ولهذا السبب بما أنه ما فينا نعين قائد جيش جديد، ما عندنا خيار آخر للحفاظ على هالمؤسسة إلا بتأجيل تسريح قائد الجيش الحالي. فالموضوع منه شخصي وما له علاقة بالأشخاص، هيدا موضوع مبدئي له علاقة بمصلحة لبنان وله علاقة باحترام الدستور واحترام صلاحيات رئيس الجمهورية واستمرارية المرفأ العام واستمرارية المؤسسات وأهم مؤسسة يلي هي الجيش اللبناني. فانطلاقا من هون نحن بنعتبر وبنرجع بنأكد أنه تأجيل تسريح قائد الجيش هو الخيار الوحيد يلي متاح أمامنا اليوم، ما في خيار آخر، كل الخيارات الأخرى غير دستورية وكل الخيارات الأخرى هو هروب من المسؤولية. بنفس الوقت نحن بنعتبر أنه الجهة الصالحة لتأجيل تسريح قائد الجيش هي مجلس الوزراء، هو أولا وزير الدفاع، وإذا تلكأ وزير الدفاع بيقدر مجلس الوزراء يقوم بهيدا المهمة نيابة عن وزير الدفاع إذا تلكأ وزير الدفاع بالقيام بهيدا المهمة. وبالتالي من أول نهار كنا عم نقول أنه الطريق الأسهل والطريق الدستورية لمعالجة هيدا الملف هو عبر مجلس الوزراء، وهيدا هو المسار يلي تمنيناه من النهار الأول. انطلاقا من هيدا الخيار يلي أخذناه سمعنا مبارح أنه في دعوة لمجلس الوزراء نهار الجمعة للبت بهيدا الموضوع. نحن بنتمنى أنه هذا الشيء يحصل، نحن بنتمنى أنه يصير التمديد أو تأجيل التسريح بمجلس الوزراء كرمال الأمور تكون ماشية على بالسكة الصحيحة وبالأطر الدستورية المضبوطة. وانطلاقا من هون إذا هذا الشيء ما بيحصل نهار الخميس أو نهار الجمعة الصبح بمجلس الوزراء، ساعتها لكل حادث حديث، ونحن منكون أمام خيار خطير يلي هو الفراغ بقيادة الجيش، وساعتها رح ننتقل إلى خيارات أخرى ورح يكون كل الاحتمالات مفتوحة قدامنا حفاظا على هذه المؤسسة. ولكن اليوم طالما رئيس الحكومة ملتزم بعقد جلسة مجلس وزراء ورح يقوم بعملية تأجيل التسريح، نحن رح نعطي هيدا المجال ونشوف بناء عليها. إذا ما حصل هيدا الشيء ساعتها لكل حادث حديث، ونحن رح نتابع التطورات يلي عم تحصل على الأرض مع كل أفريقيا المعارضة وداخل الحزب وبالمكتب السياسي جلسات مفتوحة لمواكبة هيدا الشيء، لأنه نحن بنعتبر أنه الفراغ بقيادة الجيش هو الكارثة الكبرى يلي لبنان ما بيقدر يتحملها، وهذا الشيء رح نعمل كل اللي بيوسعنا ورح نقوم بكل المطلوب منا من أجل تجنب هذا الخيار يلي هو خيار تدميري
ويلي عم بيجر البلد على هيدا المحل. إذن كان هذا موقف الذي أعلنه رئيس حزب الكتائب سامي الجمية الحيال موضوع تأجيل تسريح قيادة الجيش. تفاجأت شي بموقفه؟ ما انتبهت له، كنت عم بحكي مع الشباب بس شو حكي؟ لا ما سمعته. ليش ما انتبهت له؟ ما سمعت انه شو بده يضيف يعني. ما عم بيقول انه تأجيل التسريح يجب ان يتم عبر، ومثل ما هن طالبوا بالاساس، عبر الحكومه وليس عبر مجلس النواب. يعني هون صار في اختلاف يعني. اوكي خلص زيت ماشي. شو بتقرر الخماسيه بيصير؟ خلص رجعت على النقطه تحديدا. طيب ما كان بده ينزل على الجلسة التشريعية؟ يعني معناتها مش جرته الخماسية. كيف مش جرته؟ ما قال إذا ما صار الخميس مع بتقولي. إذا ما صار إذا ما هو صار جمعة التعيين بنشوف شو بيصير. خلاص كله بيمشي بكلمة، هلا كل واحد بيعمل طريق للمشي، بس إنه كله بيمشي بكلمة. طيب خلينا نروح إلى الشيء اللي حكينا فيه عنه، إنه الفضل أوسع، وإلى فلسطين والتسويات في المنطقة وما إلى ذلك، والحديث الإيراني الأمريكي. رجعت على نقطة أساسية حضرتك تحدثت عنها وقلت نقلا عن صديق فرنسي إنه في شيء ممكن يكون عم ينطبخ من وزن هدنة على مدى 5 سنوات، ويصير في نوع من إعادة أعمار وإعادة تكوين لهذه المنطقة تحديدا. بس عم تقول انطلاقا يعني بيكون أساسها هو إسرائيل عمليا طبعا. أو نقطة الارتكاز فيها هي طبعا. شو يعني بدون يرشوا الإسرائيلي وبدون يشوفوا شو بيعملوا بالموضوع؟ تحدثت عن الاستثمارات طبعا عربية وغير عربية، وبيشوفوا شو بيعملوا بالفلسطيني. يعني في موضوع الدولتين ما مبين الإسرائيلي هذا الحالي بيمشي فيه. شغلة الأمريكي ما بعرف شو بيسير. حكي امبارح جو بايدن شو رئيس الأمريكي، شو بيمون جوا، شو في يعمل بإسرائيل إذا في ما كمان بإسرائيل بطل في يسار. امبارح بس الحكومة هاي عم بتقول هي ضد أوسلو. تخيلي لك وين. صحيح، يعني ضد حل الدولتين، يعني مش ضد حل الدولتين، ضد الفلسطيني المعتدل اصلا. اوكي بس يعني الاساس يعني غير قابل ب انا رايي هي صراع ما بينتهي بدون ازاله شعب من الشعبين. شو يعني؟ او الاسرائيلي او العربي. انا رايي ما بيخلص الصراع كله، هذا وهم اللي عم نعمله. بعدين زاد الشرخ كتير، بزيد الشرخ بيناتهم، خلص ما في امكانيه للتعايش. انا رايي يعني كلنا عم نحكي بوهم اسمه التعايش. الاسرائيلي بمحل اخر كسمر. مين بيلجم هالحل؟ له الاقتراح العربي 20 سنه على الطاوله من وقت قمه بيروت. مين لك شو باجره من الاسرائيليين؟ ماشي بقى له لا 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 ما بيسوى الحبر اللي كتب فيه. طيب هيك قال عبر الاسرائيلي عنه. اوكي كيف تمشي انت؟ في السعودي يطبع بدون ما يمشي المبادره العربيه؟ في هو من شان مصداقيته خادم الحرمين الشريفين يطبع بدون المبادرة اللي هو حطتها على الطاولة؟ كلنا مع المبادرة طبعه نحن. عرفتي كيف؟ الكل مع المبادرة طبعه. خلينا نروح على حل الدولة. مش كان ماشي بلاها؟ كان ماشي بلاها وتخربطت كل المنطقة. بيرجع بيمشي بلاها. هيدي بتصير كلام خطير يعني. هو ما في حل إلا ما بده ينزل. هو خادم الحرمين، هو مش أي دولة، دول تاني فيها تمشي بلاها. خادم الحرمين فيهوش يمشي كيف ما كان. هو آخر دولة يجب أن تطبع، هو بعد لبنان لازم يطبع مش قبل. بدنا نطبع نحن. فيش تطبيع، ما أنا رأيي فيش تطبيع يعني أصلا. بس إنه سقطت برأيك؟ أنا رأيي يعني خلص قدر طوفان الأقصى أن يفرمل مسار التطبيع. سقط كل شو بك تعملي؟ سقط كل في 7 ملايين فيك تشيليون تكبيهم برا؟ ما فيك تشيليون تكبيهم برا. طيب ضربتي حماس، إذا قدرتي تضربي حماس راح يطلع غير حماس ومتطرف أكثر من حماس. ما هي حماس وليدة شو؟ ما هي لو صارت الدولة الفلسطينية بعد أوسلو ما كانت طلعت حماس. عرفتي كيف؟ ما كانت قوة حماس. بس ما صار بالأخير أبو عمار كان صار معتبر إنه هذا وهم اللي عملناه مع الإسرائيلي ما راح يمشي، وبالأخير قتلوه لأبو عمار تيخلصوا من أوسلو. فجاي هلا عم بتقول لهم انه بدنا نعتمد الحل اللي كان اوريدي محطوط باوسلو. ما راح يمشي، ما راح يمشي الاسرائيلي، ما راح يمشي. ما انت كل انتخابات فاذا لا حل يميني متطرف. فاذا ما في حل،
يعني هي اللي عم تقليه ما في حل وبده يضل هذا الصراع مستمر وبده يضل الاسرائيلي عم يقتل الفلسطيني والناس عم تتفرج. حدا بده يلغي الثاني، او الاسرائيلي بده يهجر فلسطينيي الضفه وغزه اذا قدر وينهي فكره الدولتين وتصير الاردن بديل، والا الفلسطيني سينهي. مين بيحملها هيدي مثلا؟ مين بيحملها؟ اللي حمل مليونين ومئتين ألف يصير فيهم هيك، شو بدي مين؟ ضمير العربي ما بيحملها، ما هو نام ومات من زمان، مين بيحملها؟ مين بيحملها؟ انت عم تقولي مين بيحملها؟ ايه عم قول انه اي مين؟ ضمير عالمي، العرب بيحملها، ضمير عربي، ضمير اوروبي، مين عم تحكي انت؟ كله بيحملها. كله بيحملها. إذا قدر نحن رهاننا وراح يدوي الشعب الفلسطيني، رهاننا الضفة وغزة، شو رهاننا على هاو؟ طيب بس قديش كمان فيك تضل طبعا رهاننا على الشعب الفلسطيني وعلى المقاومة الفلسطينية وعلى الصبر وعلى القرار وعلى كل شيء وعلى أهل ابن الأرض يعني، بس قديه بيقدر يصمد إذا كل العالم كله ضده بما فيه العرب؟ فينش يشلوه من أرضه، بيصمد بيّن أنه قدر يصمد. طيب والإبادات؟ الإبادة على تحرك ضمير ما اليوم الأمريكي شوي مغير بموقفه إلى حد ما، عم بيقول أنه عم تسقط أخلاقيات أمريكا إذا بدنا نضل داعمين العربي كأساس عندها أخلاقيات بعد من وقت العراق لليوم بعد عندها أخلاقيات أمريكا، وعم ينصحوا نتنياهو ما يعيد تجربته ب 11 سبتمبر يلي هي الانتقامية. هلأ بلشوا يحكوا، هلأ كان شوفي كيف كان الإعلام العربي كله ينظر لهم وقت السقط وصدام حسين ينظر لهم، وقت اللي خربوا سوريا ينظرون، وقت ما نحن مشكلتنا نجي مؤخرين. هلق صرنا نقول انه كان غلط، صار الامريكي يقول غلط الفوطي افغانستان، وقتها كل صحافة العرب كانت تنظرون نفس الخبرية، نفس الصحفيين، نفس الخبرية، نفس التجار، نفس الدفيعة، نفس القبيضة. طب ليش ما بنقلب المعادلة انا وياك شوي؟ شو يعني عم نقول انه اتكالنا على هذه المقاومة صامد وبيصمد رغم قطع كل الشرايين، رغم انه المجتمع الدولي كله ضده، وعم نقول العرب اول امبارح الشغل الفلسطيني جبار بغزة. ممتاز بس كل شيء بالنهاية دمرهم. كل شيء بالنهاية له حدود وكل شيء بيخلص وبينفذ، لانه فيش توازن قوى. ليش ما بنقول ليش لا يجوز انه نطرح سؤال مثلا عم تقول انه وين ضمير العربي نايم من زمان وكل هذا الامر، اين المحور؟ وين المحور؟ ليش تركينهم هيك؟ كل واحد عنده مشاكله المحور، يعني السوري بتعرفي مشاكله كبيرة، ما في يعمل مشكل مع الإسرائيلي وحرب، وحزب الله عم يعمل اللي قادر يعمله، أصلا شبه مدمر نتيجة حزب الله، هذا اللي قادر يعمله، أنا ضد أنه يعمل أكثر. والبقوة بدك أكثر؟ أنا مع وقف العمليات على الحدود. مع وقف العمليات على الحدود؟ ليه؟ ما حسيت رغم التضحيات الكبيرة اللي قدموها الشهداء، التضحيات اللي قدموها أهل الجنوب، رغم هجرة ناس، رغم كذا، ما خفف الضغط على غزة بعد، لأنه منهم بحاجة الإسرائيليين للفرقتين اللي حاطينهم هون بغزة، حاطين ما يكفي بغزة، عندهم جيش 350 ألف بالأخير. طيب ليه حسيت هيك مثلا؟ لأنه عم بيضغط كمان على لبنان كتير هالموضوع، يعني معطل كل شيء بلبنان، ما فينا نكفي بتعطيل كل شيء في لبنان، خلص تعبنا سمر. يعني عم تدعي حزب الله لوقف العمليات في الجنوب؟ أنا عم شوف، أنا هيك هني أخبر مني بهالقصة، ما أنا بالعكس. لا عم نحكي عن رأيك. أنا معهم بأي مواجهة مع إسرائيل، أو أنا معهم بهالموضوع، يعني أنا وراهم، ولكن أنا عم بشوف إنه ما عم بتحقق النتيجة اللازمة، بقيت يعني الضغط على غزة ما عم بيتوقف بسبب جبهة الجنوب. هلق طبعا هن بيعتبروا في واجب أخلاقي، واجب وطني، واجب قومي، واجب إسلامي بفتح الجبهة، ولكن صارت دقيقة كتير، يعني لو تخيل استشهدوا الشباب اللي راح فيهم خيو للأستاذ نزيه منصور،
كانوا 7-8. طب كان رد وقتل 7-8 وكبرت وما يعني. الإسرائيلي مشوب وبده يضرب بلبنان، الأمريكي ما عم يخليه. يعني هلا إذا حدا عم يسمعك بيقول إنه بأم وهاب عم بيقول إنه حزب الله عشوائي عم يستفز إسرائيل، مش إسرائيل عم تستفز حزب الله. لا ما قلت هيك أنا، كيف قلتها؟ عم قلت لك هيك أنا. أبدا. شو إسرائيل؟ إنه الإسرائيلي مشوب وبده ينفس بلبنان وبده يضرب بلبنان. إسرائيل دولة إرهابية معتدية. ممتاز. خلينا أنا يعني دولة إرهابية معتدية، إيه وحابة تضرب بلبنان. طبعا حابة تضرب. أكيد حابة تضرب. يعني برأيك حزب الله بهذه العمليات ممكن إنه يجر؟ ممكن هو، ممكن هي تجرنا. ممكن يجرنا يعني لو مستشعب قلك القنبلة لو انفجرت واستشهدوا الشباب يمكن كان في رد أكبر. دقيق كتير الموضوع. طب ليش برأيك أول ما بلشت هذه العمليات أمة الله كلها حضرت إلى البلد، عرب وأجانب واللي بدك إياه، بس إنه تضل هذه العمليات محدودة وما تفتح الشبه وما يتدخل حزب الله وكل إذا هالقد ما بتأثر مثلا ما بده يوسعوا المواجهة؟ ما توسع المواجهة طبعا. كل اللي اجوا قالوا هاو مجانين هناك بإسرائيل. حتى الفرنساوي اللي اجا بالمؤخر قالوا هاو مجانين. برنار امية ايه يعني خلهم في مجموعة مجانين حاكمين بإسرائيل ما بيتورعوا عن اي شيء. طيب والباقي ايران باقي المحور وين؟ اوكي اليمن عم تعمل اللي عم تعمله. ما بتفوت بمشكل مع، ما بتفوت بحرب مع امريكا. انسي هذا الموضوع. بدك تشيليه من حساباتك. ايران لن تدخل في حرب مع امريكا. اوكي. بدك تنسي. المحور الباقي عم يعمل واجباته باليمن، منا سهل اللي عم يعملوه اليمنيين. والعراقيين كمان عم يعملوا. هي الامكانيه. اليوم تتعاملي مواجهه انت مع الامريكان والاوروبيين وهن مستنفرين بهالطريقه. بتكون انتحار. هذا المحور بالأساس قام كله ضد مين؟ شو ضد مين؟ يعني هذا المحور نسميه دول الممانعة، نسميه المحور ضد مين هو؟ ضد إسرائيل؟ ايه طبعا. إذا مش قدر يعمل شيء كان في، يعني أنا رأيي كان في استعداد لمعركة كبرى. معركة كبرى بين مين ومين إذا إيران ما بتفوت بمعركة مع حزب الله؟ بمرحلة لاحقة كان ممكن تفوت، ولكن الاستعداد لمعركة كبرى صارت 7 أكتوبر. طبعا خربطت حسابات المعركة الكبرى. خربطت الحسابات بس ولا سحبت بساط من تحت إجرين كتير عالم برأيك؟ خلينا ننطر تنشوف. خربطت حسابات كتير، يعني خربطت حسابات وما عاد فيك تفوتي تلحقيهن بعد 7 أكتوبر. يعني خلاص عنصر المباغتة خلص. بس كان في استعداد لحرب كبرى. كان في استعدادات من الجنوب، من الجولان، بفلسطين، بالمنطقة. كان في استعدادات، بس معركة يمكن تاخد معهم 6-7 سنوات زيادة. طيب تنختم لأنه عم ينتهي وقتنا. قد تستمر هذه المعارك بفلسطين فترة أطول، يعني قد تمتد أشهر بعد لقدام وسط هذا الجنون الإسرائيلي. من هيك عم نقول انتخبوا رئيس وعدم قدرة الضبط الأمريكي أو عدم رغبة. وعلى الأقل نعمل كم خطوة إيجابية تريح الناس. ما عاد عندها قدرة الناس تصمد، ما عندها قدرة. بس برأيك اليوم انتخاب دولة الرئيس مش مربوط بموضوع غزة؟ حرك شوي لك يا لأنه اليوم سمر اليوم سمر أنت بتعرف سمر كيف سمر بيطلعوا. بس روقي شوي علي، روقي شوي، روقي شوي، خليني كفي روقي، روقي شوي، روقي شوي علي. إذا دولة فيهاش تمنع الماي تفوت على المطار تبعها، إذا دولة فيهاش تفتح الطرقات، إذا دولة فيهاش تجيب دواء سرطان للناس، إذا دولة فيهاش ترقع الطرقات، إذا دولة فيهاش تفوت المرضى على وزارة الصحة بتعمل حرب؟ بس حدا يخبرني. عرفتي أنا غبي وغشيم وقاعد هيك عم بفكر بقصص عقد حالي. يعني لما يقعدش حدا يصير يعمل لي إنه القصة الكبرى وما القصة الكبرى، كلياتنا بالقصة، ما حد شي زايد علينا الله يخليكم. بس أنا في ناس عايش بينهم
اللي بده دواء سرطان فيش كله تحرر فلسطين بجيب لك دواء السرطان. بكل صراحة بدي يكون واقعي، بدي ارجع عايش الدولة. بس عايز ظروفنا بال2006 كتير كانت افضل وقت للمواجهة، كتير افضل من اليوم. ظروفنا اليوم منا منيحة للمواجهة. رح كفي سؤالي اللي كنت عم بسأله. في عندك اليوم حرب غزة بتحدد مصير، في يا هيل محور بيربح يا هيل محور بيربح، ونحن مثقب الرئيس هو ابن المحاور. بيعملوا تسوية، بيعملوا تسوية. كمان الإيراني اللي عمله بضبط المواجهة منه حقه مصاري. حقه مصاري. للحديث تتم بمرحلة لاحقة لنشوف وين بتوصل أمور لخواتيمة. ما هيك؟ بكفينا اليوم اللي ورطتينا فيه. لا أبدا بكفينا. أنت ما بتتورط، أنت بتقول يلي بيكون بدك تقوله يعني. لا اليوم قولتينا عليك. شكرا لتلبيتك الدعوة، أهلا وسهلا فيك معالي الوزير وئام وهاب. مشاهدينا شكر الكبير لكم ولمتابعتكم وإلى اللقاء.